الرعاة الرئيسيون. الرعاة الفرعيون. أصبح السفر عبر مطار الشارقة الدولي سهلاً ومريحاً بفضل اتباعه رؤية وأسلوباً جديدين، وذلك من خلال تخصيص طواقم عمل مؤهلة من أجل تلبية احتياجات المسافرين المختلفة، بما في ذلك العائلات، رجال الأعمال وكبار السن، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الخدمات والمرافق لجعل السفر عبر مطار الشارقة الدولي تجربة مميزة. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقه جديده في مضمار الفن الهادف مع برنامجكم منشد الشارقه الصغير. والتحيه والترحيب لاعضاء لجنه التحكيم، الفنان احمد المنصوري، الفنان عبد الله الشحي، الفنان احمد الرضوان. والتحية لكم جمهورنا الكريم المتواجد بمسرح جامعة الشارقة. سبعة نجوم ينشدون في هذه الحلقة، يتألقون، لكن تبغون تعرفوا منو المتسابق الأول؟ بس بعد ما نشوف هذا التقرير عن أهم ما جاء في الحلقة السابقة. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. انت مرات الغلا وسعد الايام، بينك وبين قلوبنا جسر ممتد، والحب طايرك من الشوق من قد ازرع امل تجني امل، لا تخلي يأسك يمنعك، احنا هنا. من مدرسة فاطمة بن عبد الملك نرحب بالمبدعة صوغة سعيد عبد الله. السلام عليكم جمهورنا الأعزاء، سلام عليكم جمهورنا في المسرح من بعد، وتحية حق لجنة التحكيم. كل عادة ما نوصيكم، المتسابقين يحتاجون تشجيعكم ودعمكم، فلا تبخلون علينا، شجعوهم. ومعي أول متسابقة صاغة. صاغة شخبارك؟ بخير الحمد لله. شو تقولين حق جمهورك اللي في المسرح؟ سمعوا صوتي زين وشجعوا لي. صاغة تبغي تسمعكم، سمعيهم. هي جنة
طابت وطاب نايمها. بالتوفيق يا صوغة، وتحية حق صوغة. ما شاء الله عليك يا صوغ، صوغ صاغت اللحن الجميل، والآن مع آراء أعضاء لجنة التحكيم. ما شاء الله عليك يا صوغة، بصراحة أبهرتيني بحضورك والثقة العالية، باين إنك متعودة على أجواء المسرح، بس الكلام الجميل اللي قاعد تقولينه تنقصه شو؟ ابتسامة، يعني أتكلم عن الجنة ونعيمها، لازم أقولها وأنا مبتسم وأنا فرحان، بس أنت ما شاء الله عليك يعني مع ملاحظات الإخوان بيقولوا لك إياها إن شاء الله الملاحظات الفنية. لكن انت تمتلكين صوت جدا جميل، مع التدريب تكون افضل ان شاء الله. اتمنى التوفيق. شكرا للفنان احمد المنصوري، وننتقل للفنان عبد الله شحي. صوغه الله يعطيك العافيه على المشاركه الجميله. لازم تحطين في بالك شيء، انك تشاركين في برنامج منشد الشارقه هو بدايه النجاح وبدايه تحقيق احلامك في مواهبك ومشاركاتك الثانيه ان شاء الله. اللي قدمتيه اليوم شيء جميل، كانت شويه مساله الطبقه محتاجه كانت تكون اقل حتى تقدرين تطلعين طلعاتك مثل ما انت مرتاحه، لكن اختيار جميل، طله جميله، ونجاحك ان شاء الله يبدا من اليوم. الله يعطيك العافيه صوغه. شكرا. شكرا للفنان عبد الله شحي، وننتقل للفنان احمد الرضوان. ما شاء الله عليك يا صوغه، يعني امكانيه وصوت حلو. الملاحظات اللي عندي اياها عشان تركزين عليها في المرات القادمه، اللي هي الأخذ النفس بالمكان الصحيح وبالشكل الصحيح، أيضا اختيار الطبقة أن تكون أنزل عشان ترتاحين أنت في الطلعات داخل في اللحن. الملاحظة الثالثة اللي هي الانترو، اللي هو دخول الأنشودة الآهات اللي في البداية، ما له داعي تعبين صوتك فيها يعني. لا، انت ابدي على طول بالكلام، وهذا المطلوب منك. وما شاء الله عليك، اللي قدمتي وايد حلو واستمتعنا، ونتمنى لك التوفيق يا صوغة. شكرا لكم اعضاء لجنة التحكيم، صوتوا لها وبالتوفيق لك يا صوغة. وننتقل للمتسابق الثاني. من اي مدرسة المتسابق الثاني؟ المتسابق الثاني من مدرسة الأهلية الخيرية الخاصة، لنرحب بالمتسابق لؤي محمود أحمد. لؤي، خبرنا عن استعدادك.
تميت أتواصل تدريب مع معلمي، ثم رديت البيت بعد ذلك، رديت في الفترة المسائية وتميت أتواصل التدريب. ناوي تتأهل؟ إن شاء الله بإذن الله. شو تقول حق أمك وبوك لو تأهل؟ أقدر لهم جهودهم عشان وصلوني لهاي المرحلة، والله يحفظهم وإن شاء الله الله يوفقني. جمهور لؤي، أكبر تحية للؤي. سأقبل يا خالقي من جديد، كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد، جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود، رحيم بكل الورى والعبيد، رحيم بكل الورى والعبيد. سأترك يا رب ذنبا مضى وأقبل نحو الرضا والنعيم، أحبك ربي وهذا رجاء، لأنك تقبلني يا كريم، لأنك تقبلني يا كريم. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا لؤي. لؤي قدم أجمل ما عنده، والحين أكيد متشوق يسمع آراء أعضاء لجنة التحكيم. الحس الإيقاعي أنا ما سمعته اليوم، يعني المفروض يكون في وزن مع الأداء، الانشوده ماشي على وزن لازم انا التزم فيه داخليا فنيا. يعني النقطه الثانيه انا ما يعني سمعت اداء ساده، يعني لازم اضيف عليها جماليات العرب، يعني حط فيها امكانياتك في الاداء. ما شاء الله تون قاعد اسمعه نظيف، ادائك يعني حلو، وصلت لنا احساسك وعرفنا ان لؤي عنده امكانيات، بس ضيف عليها بعض الجماليات كعرب في اماكن معينه بطريقتك الخاصة، وبتكون إن شاء الله مميز يا لؤي. أنت صوت جميل، وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله. شكرا للفنان أحمد المنصوري، وننتقل للفنان عبد الله الشح. لؤي صوتك من بداية الأداء لين نهايته هو هذا نفس الصوت، نفس الخامة، ما فيه اهتزازات، بالعكس يستأدي بشكل حلو. مراعاة المسألة الحس الإيقاعي والنفس لو تدربت عليها زيادة تبدأ تسقل موهبتك، تستوي بعد فنان أحسن وتمتع أكثر، وتخلي الناس اللي يسمعونك على طول يستانسون. حضورك رائع، يعني ما شاء الله أنت اللي إذا واحد يشوف التلفزيون ومسوي ميوت صامت ما يسمع بيشتاق إنه يفتح لها عشان يسمع، لأن أنت ما شاء الله قاعد تأدي بشكل تعبيري وتعطي الإحساس الجميل هذا. متفاعل مع الكلمة هاي. وايد نعم. وايد ما شاء الله، فهنيك على هذا الشيء، كمل على نقاط القوة وإن شاء الله تكون نجم كبير. شكرا لك يا لؤي. شكرا لك، وننتقل للفنان أحمد الرضوان. يعطيك العافية يا لؤي، ما شاء الله عليك، أحسنت الاختيار صراحة، يعني مناسب جدا لصوتك ولمساحة صوتك، وحتى يعني أنت حاس في الاختيار هذا لأن الإحساس وصلنا نحن. بالتوفيق يا لؤي. شكرا لكم أعضاء لجنة التحكيم. وين جمهور لؤي؟ صوتوا له، وبالتوفيق يا لؤي. المنطقة الشرقية في النسخة الرابعة تسجل حضور قويا جميلا ورائعا. من تتوقعون المتسابق او المتسابق القادم؟ المتسابق القادمه شاهد المزروعي من مدرسه عاشه بيت عثمان بوادي الحلو. شو اللي خلى شاهد تشترك في البرنامج؟ انه من زمان كنت انشد، فابله الموسيقى قالت لي انه في برنامج اسمه منشد الشارقه الصغير، وقالت حابة تسمع صوتي فانشدت لها واختارتني. شو تقولين حق جمهورك اللي في المسرح؟
انه تشجعوني وتتمنون لي الفوز، وشكرا بابا سلطان على هالبرنامج الرائع. لا تبخلون عليها بالتشجيع يا اكبر جمهور، وحيوها شهد. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله، يا خالق الأكوان، يا رباه، يا واحد لا نرتجي إلا هو، يا من تريح القلب إن ناداك. الله يا الله، يا الله، أنت العظيم المستعان العالي، وأنا الفقير إليك من أعمالي، فاغفر ذنوبا تعتريني يا من لا يعفو عن تلك الذنوب سواه. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله، أعطيتني والحمد يا معطيها، نعم بشكرك لا لا ولن أحصيها، فمن علي بنعمة الإيمان، والهم فؤادي كي يزد تقواه. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله. ما شاء الله عليك يا شهد. تفضل الفنان أحمد المنصوري. ما شاء الله عليها، يعني شهد صوت جميل وإحساس عالي، وعندها عذوبة جميلة أيضا في الصوت، وأداء نظيف، قاعدين نسمع يعني تون نظيف واستمتعنا فيه. ما شاء الله عليك يا شهد، أنت يعني إمكانياتك عالية، ومع التدريب إن شاء الله أكيد بتكونين أفضل، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله. شكرا للفنان أحمد المنصوري، وننتقل للفنان عبد الله شحي. شهد خلني حق النقاط الحلوة، وفي نقاط يبالها شو شوية تطوير. أول شيء خامة الصوت تبارك الرحمن، وايد حلوة الخامة، وايد حلو الصفاء اللي عندك، وايد حلوة العرب اللي عندك. تقولين العرب هذه، التعريف في الصوت والحليات اللي تسوينها. وين النقطة؟ أحيانا تحسين العربة تبي تقولينها بس ما تطلع معك، لأن النفس ما أخذ كمية الكافية في الدفع حتى يطلع. يمكن أنا أول مرة أطلع على المسرح والشيء، لكن قاعد أسمع منك شيء جميل مبهر، تماسك في الأداء، اختيار الجميل. محتاجة شيء يسمونه الرشاقة، الرشاقة في العرب، عرفتي؟ لما تقولين العربة تكون أسرع شوية، تكون يعني الحليات تشري أحلى. اللي قدمتي وايد حلو، أرد أكرر هذا الشيء، أبهرتينا ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله. شكرا يا شهد. شكرا للفنان عبد الله الشحي، ونروح للفنان أحمد الرضوان. حضورك حسيت إن أبا تفاعل أكثر مع الكلام اللي تقولينه أو مع الإنشاد، يعني كإحساس وصلني، بس كحضور أتمنى إنك تتفاعلين أكثر في المرات القادمة. خاصة لو تلاحظ في الختمة، القفلة احنا ما حس فجأة وقفتي، بالعكس أيوة. الختمة كان يبالها تمهيد، يعني لا يعفو عن تلك الذنوب سواه، وتسوي كذا فتعطي الناس تمهيد ان انتهت. ما شاء الله عليك يا شهد، ونتمنى لك التوفيق وفالك الفوز ان شاء الله. شكرا لكم اعضاء لجنة التحكيم. شهد وين جمهورك؟ صوتوا لها، وبالتوفيق لك يا شهد. إلى المنطقة الوسطى تحية كبيرة لمحمد إبراهيم زكي من مدرسة الفميت بالذيت.
محمد، منو اكتشف محمد؟ أستاذي حصلني أنشد بصوت حلو، عرض علي فكرة الإنشاد في منشد الشارقة الصغير، عجبتني الفكرة وتميت أتدرب أسبوع كامل وإن شاء الله أتوفق. شو رأيك في البرنامج؟ برنامج محفز للأطفال المنشدين، وأشكر بابا سلطان على هذا البرنامج. إن شاء الله تتأهل يا محمد وبالتوفيق. وصلي وسلم على أشرف من خلق الله محمد، وأحمد محمودا هو عند الله شهادة وحج وزكاة صوما وصلاة سلاما ونورا ويقينا من عند الله. وصلي وسلم على أشرف من خلق الله محمد، وأحمد محمودا هو عند الله شهادة وحج وزكاة صوما وصلاة سلاما ونورا ويقينا من عند الله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي صلوات الله يا عليه. ما شاء الله عليك يا محمد، ما شاء الله عليك، أبدعت الصراحة. صعبت القرار على أعضاء لجنة التحكيم. تفضل الفنان أحمد المنصوري. محمد أنت فنان خطير، ما شاء الله عليك، عندك صوت جميل يعني، وحضورك بعد حلو يعني، وجودك على المسرح هني عاطي يعني كاريزما حلوة، بس يعني أحسك مو مرتاح، مركز على الأداء وايد وناسي أنك أنت تتفاعل مع الكلام. انشودة اللي قاعد تنشده انشودة مسرح، كان بإمكانك تحرك الجمهور معاك، تتفاعل معاهم، تعطيهم نظرات وتحرك إيدك وتفعلهم، وما شاء الله عليك يعني من بين الانشودة الأولى وانشودة الثانية يعني أديتها بشكل جدا جميل. وأنا يا محمد أتمنى لك التوفيق، إن شاء الله تكون معنا في المراحل الجاية. شكرا للفنان أحمد منصور، وننتقل للفنان عبد الله الشيخ. محمد تبارك الرحمن، أهنيك على الاختيار والذكاء في النقلة. نقطة بس صغيرة تراعيها، إذا تأهلت معنا مسألة التشكيل، الضمة والفتحة والكسرة ترى كانهم في من لا في مكان ثاني، طبعا مو موجودين معنا في المسرح. إذا كانوا موجودين كانت بتكتمل اللوحة أكثر، وبتكون يعني ما شاء الله قدمت لوحة أكبر. صوتك جميل، إحساسك رائع، وأهنك على هالشيء. شكراً يا محمد. شكراً للفنان عبد الله الشيحي، وننتقل للفنان أحمد الرضوان. ما شاء الله عليك، قدمت شيء حلو، أدائك حلو، مختار الطبقة صح، محافظ عليها من بداية الأنشودة إلى نهايتها، يعني فنان. ولكن ملاحظات بسيطة عشان تساعدك يعني في المرات القادمة، اللي هي أول شيء النفس
لازم تاخذ النفس اول شيء بشكل صحيح ونفس كافي ايضا. وعندك هالملاحظه مسحتها انا بس بقول لك اياها عشان تركز فيها يعني المرات القادمه، لانك عدلتها في النص الثاني اللي هي الاحساس الايقاعي. الاحساس الايقاعي حاول تحسسنا بالايقاع، يعني في البدايه حسيت اني اتشتتت شوي، اما من النص الثاني انت ما شاء الله عليك يعني لا الايقاع مضبوط عندك. نتمنى لك التوفيق يا محمد وفالك الفوز ان شاء الله. شكرا لكم اعضاء لجنه التحكيم. محمد وين جمهورك؟ شو تبغى تقول لهم؟ شو تقول لهم؟ صوتوا لي. وبالتوفيق لك يا محمد. ثلاث متسابقين تبقوا لختام هذا سباق الإنشادي، تتوقعون من أي مدرسة المتسابق القادم؟ المتسابق القادم تابعونا بعد الفاصل. الرعاة الرئيسيون الرعاة الفرعيون أصبح السفر عبر مطار الشارقة الدولي سهلاً ومريحاً بفضل اتباعه رؤية وأسلوباً جديدين، وذلك من خلال تخصيص طواقم عمل مؤهلة من أجل تلبية احتياجات المسافرين المختلفة، بما في ذلك العائلات، رجال الأعمال وكبار السن، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الخدمات والمرافق لجعل السفر عبر مطار الشارقة الدولي تجربة مميزة. كريم عدنا إليكم من جديد. ها تتوقعون من أي مدرسة؟ من مدرسة جمالة بنت أبي طالب. حيوا معي المتسابقة لجين قيس عبد الله. لجين يا دارت يا لجين. لجين جاهزة؟ أنا دائما جاهزة. يقولون صوتك حلو. دائما صوتي حلو. إنزين شو تقولين، شو النصيحة اللي تقولينها حق اللي أصواتهم حلوة؟ إنهم يشتركوا بالبرنامج ما دعنا عليها الفرصة الثمينة. لجين تقول صوتها حلو. أحلى تحية حق لجين. You always care, you'll never be bored. You always cry to make me smile. Go my head and tear them through. No one's got me like you do. You taught me how to love. You taught me how to live just like you. Mother, oh, mother.
first love my hero mother oh mother my first love my hero انت الحنان انت الامان من تحت قدميك لنا الجنان عندما تضحكين تضحك الحياة تسفر الأمال في طريقنا نحس بالأمان أمي 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 نبض قلبي نبع الحنان أنت الأمان أنت الحنان من تحت قدميك لنا الجنان من عطائك تخجلين أبدا لم تتململين يا شمعة دربي يا بسم الزمان أمي 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 نبض قلبي نبع الحنان لوزين يا لوزين ما شاء الله عليك يا لوزين اختيار رائع وانشوده رائعه الله يحفظ امهاتنا جميعا قولوا امين امين والى اراء اعضاء لجنه التحكيم ما شاء الله عليك يا لوزين يعني باين انك انت متمكنه بالاداء الغربي واديتيه بشكل جدا جميل صوت رائع يعني مشروع نجمة ما شاء الله عليك باستثناء بعض الأماكن حسيت في أدائك بالإنجليزي يمكن التون ما كان ضابط معك ونفس الوقت لما انتقلتي للعربي كان شوي كنا محتاجين تمهيد للنقلة ما بين الإنجليزي والعربي عسى نحس فيها شوي بشكل أفضل بس أنت ما شاء الله عليك يا لجين يعني صوت جدا جميل وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله شكر الفنان أحمد منصور ننتقل للفنان عبد الله شح لوجين اللي ميزت ان عندك شخصيه لصوتك عندك شخصيه لحضورك وهذا شيء وايد مميز يعني انت عايشه كاركتر او شخصيه المنشد او الفنان وهذا شيء مميز حافظي عليه دائما زين لان هذا بيطور او بيفتح لك ابواب ثانيه في حياتك هذا شيء انا وايد حبيته حبيت الحضور الوقفه الثقه الثبات حتى في الاداء من البدايه للنهايه ثابت تونك يعني يستدين شيء حلو وجميل وانت عارفه امكانياتك وصلتينا احساسك وصلتينا الكلام الجميل واتمنى لك ان شاء الله التوفيق شكرا يا لجين شكرا لك وننتقل للفنان احمد الرضوان احسنت يا لجين على اختيار يعني مناسب جدا لصوتك الاختيارين اللي هم الانشودتين صراحه مناسبين جدا لصوتك ولمساحتك وخامتك وايد مميزه خامه صوتك وايد مميزه وادائك حتى مميز العرب اللي تقولينها مختلفه فأحييك على هالشيء طبعا باستثناء الملاحظة اللي قال عنها أخوي أحمد اللي هي النقلة بين الأنشودتين في المرات القادمة ركزي فيها والباقي ما شاء الله عليك وايد وايد جميل جمهور الكريم عندكم أقل من 20 ثانية صوتون للوجين وبالتوفيق لك يا لوجين الآن وصلنا للمتسابق قبل الأخير من أي منطقة؟ من كلباء مدرسة أبو أيوب الأنصاري نرحب بالمتسابق عبيد خالد عبيد عبيد هاي أول مشاركة؟ هاي أول مشاركة وإن شاء الله تأهل في الحلقة إنزين يا عبيد أنت تحب تسمع الأناشيد؟ أحب أسمع الأناشيد ودائما أكررها وأسمع لحمود الخضر ومهرجان عبيد انزين شو بتقدم حق لجنه التحكيم والجمهور ان شاء الله بقدم ليهم اليوم تاملت والدنيا وان شاء الله تعيبهم يلا نسمع يا عبيد شوي تاملت والدنيا بها العجب والعجب ما شاء الله عليك يا عبيد وبالتوفيق ومن كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل إلى الذهب تأملت والدنيا بها العجب والعجب
تروح بلا عذر وتأتي بلا سبب، فلا ظل هدان ولو طال أمنها، واسأل عن هواها كل من ودها خطب، واسأل عن هواها كل من ودها خطب. ومن كان في هذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل إلى الذهب، ومن كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل إلى الذهب. عبيد يا عبيد، ما شاء الله عليك، كنت المتسابق قبل الأخير وقلت كلمتك لحنا وأداء، والآن مع آراء أعضاء لجنة التحكيم. والله عبيد أنت بخيل صراحة. كمل يا ولد الحلال، ما شاء الله عليك صراحة، يعني اخترت أنشودة جدا جميلة، كانت وايد جميلة على صوتك، يعني إحساسك جدا عالي وأدائك أداء شخص متمكن، يعني سمعتنا عرب نظيفة، تون نظيف، ما شاء الله عليك، حتى حضورك كان جدا جميل. أنت تعتبر عبيد من أجمل الأصوات اليوم سمعتها في الحلقة، الله يوفقك إن شاء الله. شكرا شكرا يا عبيد. شكرا للفنان أحمد، وننتقل للفنان عبد الله الشحي. عبيد، مو بأي واحد لما يقول شيء يعني بياتي ولا رص ولا شيء يقوله شيء بالإحساس بيشبع المقام هذا، أنت شبعته ما شاء الله، ياس تقوله نسمع شيء حلو نظيف جميل ما شاء الله. حبيت عندك الاختيار جزئية الحس الإيقاعي، زين في البداية ما بينت، في النص بديت تفتح وتعيش الجو أكثر لكن قفلت بسرعة. لو طولت، لو رديت تعيد المقطع الأول وتقوله مرة ثانية بسلطنة، كان هذا وايد ساعدك، ساعدك وايد هالشيء، بس للأسف إنك وقفت على طول. اللي قدمته وايد حلو، الخامة هذه أهنيك عليها، الشكر لك وللي اكتشفك وللي يابك، ومبروك على مشهد شارقة الأصوات الجميلة هاي. شكرا للفنان عبد الله الشحي، وننتقل للفنان أحمد الرضوان. ما شاء الله عليك، الاختيار وايد مناسب، المقام قلت يعني بمقاسات وايد حلوة، والبيات من المقامات اللي يا تأدي حلو يا ما بحلو، ما في وسط، فما شاء الله عليك، يعني أنت أدائك جميل جدا. الحضور حسيت إنه يبالك تفاعل أكثر، مو بشرط بإيدك، لا بتعابير وجهك بعيونك، يعني تكون أكثر تعبر عن الأداء أو عن إحساس الأنشودة نفسها. هاي الملاحظة الوحيدة، والباقي ما شاء الله عليك، يعني فنان كبير، الله يوفقك يا عبيد ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله. شكرا لكم أعضاء لجنة التحكيم. ها عبيد بيتأهل ولا لا؟ صوتوا له، وبالتوفيق لك يا عبيد. وصلنا لآخر متسابقة في الحلقة السادسة في النسخة الرابعة. ها من أي مدرسة؟ جيمس ميلينيوم. رحبوا معي بزارة كمال من مدرسة جيمس ميلينيوم بالشارقة. زارة، مدرسة جيمس ميلينيوم فازت باللقب، هل بيتكرر هالمشهد؟ Yes, our school has already won before and I hope that I can also win for it. زارة تقول مدرستها قبل فازت وتتمنى ان هالمرة تفوز. Good luck زارة. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. There's faith in my world. It comes back to your teachings and all your words. From your life I have learned to be patient and caring at every turn. The reason I'm strong, you're where I belong. In a world spinning out of control, reason for my pride,
You are my guide, and I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, ya Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, ya Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, ya Muhammad, peace and blessings on you every day. There's light in my heart, helps me find my way back when I've gone too far. When all my anger makes me blind, I remember your mercy for all mankind. The reason I forgive, as long as I live, in a world spinning out of control, reason I love, I'll never give up. And I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, ya Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, ya Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, ya Muhammad, peace and blessings on you every day. يا زارة يا زارة، فعلا كانت زيارة رائعة. والانشودة كانت تتكلم عن من؟ اللهم صلي على سيدنا محمد، قولوا آمين. والآن مع آراء لجنة التحكيم. والله يا زارة، أنا كنت عايش يعني عالمك الخاص اللي كنت عاشتنا، سمعتينا صراحة أنشودة جميلة، وصوت يعني صوت فنانة متمكنة. أنا ما أعرف شو أقول صراحة، يعني كل كلام اللي بقوله يعني قليل في حق الأداء الجميل اللي قاعدين نسمعه. أنت فنانة كبيرة يا زارة، أنا اسمحي لي بس أقوم أصفق لك صراحة. ما شاء الله عليك. الله يوفقك يا فنان أحمد المنصوري. وننتقل للفنان عبد الله شح. زارة كمال والكمال لله، ما شاء الله أديتي شيء رائع، بيوتيفول ما شاء الله، يعني جريت. أبهرتينا في كل شيء، في الثبات، في الحضور، في الإيقاع، في الكلمات، في التنقل، في كل شيء ما شاء الله كنتي متكاملة. لوحة جميلة ما شاء الله تبارك الرحمن، من أجمل الأصوات اللي سمعناها في حياتنا، مش بس في المسابقة. أهنيك على هالشيء، وأهني المدرسة الجميلة اللي تخرج لنا دائما أصوات مميزة ورائعة. شكرا يا زارة. شكرا للفنان عبد الله الشحي. وننتقل للفنان أحمد الرضوان. زارة خبرة ويعني حضور وصوت واختيار، كل شيء عندك يعني بيرفكت يا زارة، ونتمنى لك التوفيق، امتعتينا صراحة. شكرا لكم أعضاء لجنة التحكيم. ثانك يو زارة. صوتوا لها. قبل ما نعلن النتائج، خلونا نستقبل مبدعي منشد الشارقة الصغير في النسخة الرابعة من الحلقة السادسة. جمهورنا الكريم، جمهورنا العزيز، وصلنا للحظة اللي كل ينتظرها، لحظة إعلان النتائج. عبيد، لجنة التحكيم أثنوا على أدائك، هل تتوقع راح تتأهل معانا؟ تتوقعون عبيد تتأهل؟ صوغة يا صوغة، أبدعتي ولجنة التحكيم ما كان عليها ولا تعقيب عليك، تتوقعون صوغة تتأهل؟ لجين يا لجين، كلكم مدام وصلتوا لهالمرحلة أبدعتوا. كيف كانت لجين؟ لؤي يا لؤي، وين جمهور لؤي؟ اللي راح
يتأهل معانا؟ من يا ترى؟ من؟ زارة يا زارة، زارة أبدعت، زارة أبدعت، تتوقعون تتأهل؟ وألف مبروك يا زارة، تأهلتي معانا للمرحلة القادمة. تحية كبيرة لزارة. طبعا زارة ارتاحت وراح عنا التوتر. ها من المتأهل الثاني؟ تتوقعون عبيد راح يتأهل؟ مبارك وبالبركة. محمد، تبغون محمد يتأهل؟ شهد أبدعت، شهد أبدعت، بسهلها عليكم. ثاني متأهل أو متأهلة في هذه الحلقة، مبارك 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 لعبيد. جمهورنا الكريم، قبل ما نودعكم خلونا نشوف لقطات من الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إمارات الوجود، يا أمال من الجدود، آي لو شفتي قلبي. فرجعت أنت تخربط الحسبة. في نصرة ديني لا أخشى أحد فيه. يا خالق الإنسان، يا نور الزمان، يا من نرى في خديه بر الأمان. الرعاة الرئيسيون. الرعاة الفرعيون. أصبح السفر عبر مطار الشارقة الدولي سهلاً ومريحاً بفضل اتباعه رؤية وأسلوباً جديدين، وذلك من خلال تخصيص طواقم عمل مؤهلة من أجل تلبية احتياجات المسافرين المختلفة، بما في ذلك العائلات، رجال الأعمال وكبار السن، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الخدمات والمرافق لجعل السفر عبر مطار الشارقة الدولي تجربة مميزة.